بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم تاني ومعنا ابننا المنشد مراد رضا. أسأل الله أن يبارك في كل من ينشد ومن يقرأ القرآن ومن يطرب الآذان بمدح النبي العدنان. الشيخ مراد كل المنشدين لازم يمدحوا سيدنا النبي الصلاة والسلام. مدحناه بالإخلاص والصدق ديننا، ولن يكشف المولى لمداحه سترا. مداح طه لا يضام، وكل المداح بيتمنى أنه يروح لسيدنا النبي ويقف على باب سيدنا النبي. على باب سيدنا. فلو لو وقفنا على باب سيدنا النبي هنقول إيه بقى؟ على باب سيدنا النبي. سيدنا النبي. يا الله يا سيدي. فايت على الورد قال لي قبل ما تكلم، لما تزور النبي بالله عليك سلم. فايت على الورد قال لي قبل ما تكلم، لما تزور النبي بالله عليك سلم، ولما توصل إليه وتصلي وتسلم وتبوس النبي اللي قدمه في الحجر علم، على باب سيدنا النبي الله الله محبوبي ومطلبي الله الله، وانا عاشق لك صابي. على باب سيدنا النبي، على باب سيدنا النبي الله الله محبوبي ومطلبي الله الله، وانا عاشق لك صابي. على باب سيدنا النبي وجلسنا مع احبابه الله الله، في المحور على اعتابه الله الله، وجلسنا مع احبابه في المحور على اعتابه الله الله، وبننشد على بابه. على باب سيدنا النبي، على باب سيدنا النبي الله الله محبوبي ومطلبي الله الله، وانا عاشق لك صابي. على باب سيدنا النبي، ما احلك يا كتاب الله الله الله، يا رسول رحمة من الله الله الله، ما احلك يا كتاب الله يا رسول رحمة من الله الله الله، ده مكان جبريل والله. على باب سيدنا النبي، على باب سيدنا النبي الله الله محبوبي ومطلبي الله الله، وانا عاشق لك صابي. على باب سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. على باب سيدنا النبي كم طال وقوفي بالباب، راجيا من الحبيب جواب، فسلوا الحبيب يا أحباب، متى الخطاب بدون حجاب. اللهم أهلنا لمشاهدة أنواره ومطالعة أسراره، اللهم أمين.
الله يفتح عليك يا شيخ مراد ما شاء الله. جميل، ربنا يبارك فيك يا حبيبي ويزيدك، واجتهد، عايزين اكتر واكتر ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك فيك ان شاء الله، ويبارك في اولادنا وفي بناتنا، ويجعلهم قرة عين لنا، اللهم امين يا رب العالمين. اشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.